مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة وبرنامجنا حلها مع عامل إسماعيل. التواصل الاجتماعي، وما أدراك ما هو التواصل الاجتماعي، له أضرار وله فوائد. التواصل الاجتماعي هو الرابط اللي بيربط الإنسان والآخرين ممن هم محيطين في محيطه الاجتماعي من أهل وأصدقاء ومعارف، ويمكن أن يحقق فوائد كثيرة على المستوى الشخصي والمستوى الاجتماعي ككل يعني. ولكننا اعتمدنا عليه اعتمادا كليا في تواجدنا مع بعض. هنشوف الموضوع ده وهنناقشه النهارده مع ضيفي الكريم الاستاذ عصام الشيخ، المعالج الروحاني وطبيب الاعشاب. اهلا بحضرتك استاذ عصام. اهلا بحضرتك، شرفتنا للمره الثالثه، سعداء بلقائك. انا الاسعد، وانا بنتهز الحلقه الجميله دي، وبوجه تهنئه للشعب المصري بطرفيه المسلمين والمسيحيين. سبقتني، كنت هانيهم. احنا بنكمل بعض يا فندم من تحت. ربنا يخليك. كل سنه وحضراتكم طيبين جميعا. مفيش حاجه اسمها مسلم ومسيحي، في حاجه اسمها مصري. احنا كلنا مصريين وكلنا اخوات وكلنا اصحاب وطن واحد. وهم اخوات اعزاء علينا جدا 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 يعني، واصدقائي اغلبهم اكبر. انا كمان يا فندم. تمام، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ايه رايك في موضوع التواصل الاجتماعي؟ لا، أنا شايفه ازاي؟ انا مسميه التباعد الاجتماعي. هو فعلا التباعد والتنافر الاجتماعي. اولا هو ليه فوائد كتيره جدا، اهمها البحث العلمي يعني، او البحث عن معلومه كان علمي او ده جميل جدا في ان انا بستغله للمذاكره، ان انا استغله ابحث عن معلومه، ابحث عن مكان معين، معلومات، علوم، تكنولوجيا، ثقافه. هو للثقافه مفيد جدا. احنا للاسف خدنا منه الشق السيء اللي هو التباعد الاجتماعي. احنا النهارده مثلا في عيد مسلمين مسيحيين بنهني بعض دايما براس السنه، فبدل ما كنا بنروح نتزاور يعني، مثلا انا كان ليا ناس بتيجي تزورني زمان في العيد ده الاول. كنا بنزور بعض، وكان مثلا بيجيب لي معاه هديه نتيجه، وهو النتيجه بتاعت السنه الجديده مثلا. الكلام ده انقرض. بقى كل سنه وانت طيب، يا اما بالتليفون يا اما على الفيس يبعت لي حاجه. وساعات نكسل ونبعت ايموشن بس. فدي اسمها التباعد الاجتماعي. التراحم والتزاور بنسبه 80 او 90% قلت بسبب ده. حاله وفاه، بدل ما كنت اروح واعزي، البقاء لله، حتى ما بيقولش هم كلمتين البقاء لله. بقى في مصيبه سودة كمان، الزوج والزوجه قاعدين في البيت واحد، او الاولاد قاعدين في البيت واحد، كل واحد ماسك تليفون وماسك تليفون وقاعد عليه، محدش بيقعد مع حد. حتى في الاكل بيبقوا عاملين كده، قاعد بياكل وايده على التليفون، ولدرجه ان لو زوجتي في المطبخ بتجيب حاجه مش هنده عليها، ببعت لها على بنرن على بعض، الشاي وانت جايه اعملي كذا واحنا قاعدين. صح. فدي الكوارث يعني. خدنا الجزء السيء اللي فيه. خدنا السيء اللي فيه ان احنا بنبعد عن بعض. زمان كانت بتجمعنا طبليه واحده، فطول ما في ألفة وفي حميميه في العلاقه، بيبقى في موده ورحمه، بيبقى في تزاور، بنطمن على بعض وعارفين. دلوقتي بنشوف بعض. النهارده ما بقيناش بنشوف بعض. ولما تشوف حاجه والتواصل حاجه تانية، لما تكون شايفك، شايف وشك مكشر، ايه زعلانه من ايه، بنحس ببعض. الله ينور عليك. احساس الطرفين النهارده انقطع، لان انا مش شايفه تعبير وشك على ده. احساسك نفسه ممكن تبقى انت، انا شايفك رايحه جايه وكل حاجه وكويسه وزي الفل، لكن لما ابص على وشك اعرف انت زعلانه، انت فرحانه، انت في ايه. دلوقتي مفيش الكلام ده. النهارده انا ممكن اكتب لك كلمتين مثلا على الواتس، انا كاتباهم بشعور معين وحاجه مختلفه، انت بتستقبلهم مني بنوايا تانية، فاذا هنا بيعمل برضو مشكله. طبعا، لان تعبير الوجه بيأثر كتير، بيأثر جدا في نقل الرساله. بالظبط، وبيوصل. انت زعلانه مني فبتبعتي لي رساله انا زعلان، فشايف التاثير على وشك، او انت فرحانه وبتبعتي لي معايده او حاجه، شايف ان انت بتعيد عليا من قلبك او لا. فاحنا خدنا الجزء السلبي من التواصل الاجتماعي. احنا عندنا حاجتين ضروا المصريين جدا جدا، خصوصا الستات انضروا بيها قوي، الريموت كنترول والموبايل. تعرف حضرتك ان 30% او 40% من حالات الطلاق سببها الموبايل الايام دي؟ الزوجه قاعده عشان الناس مشغوله، في كل واحد ماسك موبايله، مفيش تواصل ولا تودد بينهم، قاعد على الموبايل بيعمل اي حاجه ومشغول عن مراته، فبتزعل، والزوج كذلك. فيعني بقت الدنيا صعبه جدا. لازم احنا نرجع ندي حتى ولو يوم في الاسبوع، نلم اسرتنا مع بعض ونقعد نتغدى مع بعض ونشوف مشاكل بعض فيس تو فيس، وجها لوجه كده، نحس ببعض، يبقى في تلاقي بينا من بعض. الفيس والتويتر والحاجات دي بعدتنا قوي، خدت فيه جفا، وطالما في جفا بقى في اسوء. اختي تعبانه، اخويا تعبان، انا هبعت له خلاص. بنطمن بالتليفون. كبرنا بنطمن بالتليفون، وما بنبقاش فاضيين للتليفون. طبعا. كمان هم دقيقتين وخلاص يعني، كده عملنا اللي علينا. المفروض. لكن الاول كنت لا، هاجي وازور وانزل واروح واطمن واشوف بعيني وابقى سعيده باللقاء، وهو طبعا. نفسه المريض اللي انا هروح ازوره هو نفسه بيبقى سعيد ان انا رحت له يعني، ده بيحسن من حالته المعنويه كمان.
طيب انا هستغل بس الحركه عشان التواصل الاجتماعي هنا اضراره. ليا زميل فتح معرض سيارات وكان عازمني ان انا اروح، فانا عملت زي الناس وبعت له تهنئه، انا بهني اخويا وحبيبي وبعتذر له ان انا ما جيتش، احمد الشرقاوي صاحب معرض الشرقاوي للسيارات، انا بهنيه جدا، وده انا اسف لان انا لسه بنقول التواصل الاجتماعي، وده اللي عديها المره دي عشان التواصل الاجتماعي، اخويا وحبيبي ومفروض احضر افتتاح معرضه. للاسف انشغلت وما قدرتش اروح واكتفيت برساله على عموما كلنا بنهنيه، فانا بهني اخويا وحبيبي احمد الشرقاوي على المعرض بتاعه، وهنعمله دعايه كمان بالمره ده في المرج في شارع محمد نجيب. فزي ما انتم شايفين معرضه هو حاجه تفرح يعني، الف مبروك يا استاذ احمد. جميل، الف مبروك. وبهني اخويا وحبيبي سيد عابد صاحب معرض سيارات برضه، برضه كان المفروض احضر الافتتاح وبسبب التواصل ده انا يعني ما روحش. ولا احنا اللي خدناك منهم؟ لا والله هو التواصل الاجتماعي اللي خدنا. فانا بهنيهم وبتاسف لهم جدا، وان شاء الله مردود عن الفرع الجديد بتاعهم كنا نحضر اول واحد ان شاء الله. تمام يا استاذ، الف مبروك. الله يبارك لهم. طيب عايز اتكلم معاك عن نقطه تانية انا بشوفها منتشره بين الاطفال وبين الكبار، يعني هي مش مقتصره على الاطفال بس، لعبه ببجي. طبعا. ايه رايك في اللعبه دي؟ لعبة انا خايفه ان انا العبها انا كمان، يعني اللعبه دي دمرت الاسره. وبعدين بتعلم الاولاد العنف. مش هي اللعبه دي بس، كان الفيل الازرق او الحوت الازرق اللي قبل دي اللي كانت بتوصل له مشاكل كتير، والناس اللي انتحرت. الرجاء لكل ام، الاب مش فاضي لانه طول النهار في شغله، الرجاء لكل ام شوفي ابنك بيلعب ايه، والالعاب العنيفه اللي زي دي مسحها له نهائي، او يبقى اندر كنترول قاعد قدامي انا بتحكم بيلعب بايه، خصوصا من سن 8 9 سنين لحد سن 15 سنه، السن الحرج ده اللي هو بيتعلم لسه. فهو بيشوف ان القتل ده بقى شيء عادي. هو ليه انتشر العنف في شوارعنا وفي حياتنا؟ ان الافلام بتجيب ممثل الفلاني كان مش لاقي ياكل، وبعدين اشتغل في كذا وبقى بطل، وضرب له 2 وضرب له 3 ويوديك دخلهم دلوقتي الافلام بتخليهم يحبوا السجن، يروح السجن يلاقي ايه البطل اول ما دخل راح ضارب باتنين في السجن. بقى هو الرئيس السجن ولم فلوسه بقى. فدي لازم نشوف ابني بيتفرج على ايه، لان ده اللي هيشكل سلوكه. بس الجيل اللي احنا بنتكلم عنه اللي حضرتك بتتكلم عنه ده لا، جيل متفتح قوي غيرنا خالص. ما هو متفتح دماغه من اول ما بدا يخطي دماغه كلها اوسع مننا بكتير، افقه اوسع. ما تستهونش بالطفل المصري. انا مش بستهون بيه، انا بقولش ان انا استهون بيه، لا بالعكس ده انا اقدره واحترم. بس مش سهل تسيطر عليه. لا سهل، لما ما انا ما سيبوش لما يتفحل في الحاجه واقول اسيطر، لا من الاول. اول ما يمسك موبايل زي كده انا بحط له العاب استفاد، العاب يقدر يستفاد بيها، العاب فيها بناء، فيها تواصل اجتماعي صحيح، ان انا ازاي النشئ ده يطلع في يطيع امه وابوه، يلعب العاب مسليه، العاب ذكاء، العاب ان هو يخرج من اللعبه مستفاد، مش ان انا اخرج من اللعبه بلطجي او ان انا اطلع من اللعبه قاتل. كل الالعاب دلوقتي فيها عنف شديد جدا، فده ما ينفعش. لازم انا اكون شايف ابني بيلعب ايه، وحتى لو انا مش قادر امنعه افهمه ان ده تمثيل او ده لعب، مش ده ما يروحش يطبقه في الحقيقه. طب علشان ينفع اقدر يعني عشان اخلي ابني يقلع عن اللعبه دي اعمل ايه؟ هقول لحضرتك، زمان واحنا شباب صغيرين كنا في سن الناس دي وكنا بنعمل زيهم، احنا كان على ايامنا مفيش موبايلات، كان في سينما، فكنا بنخش الفيلم نشوف افلام بروسلي، احنا انا جيل بروسلي، فنتفرج على فيلم بروسلي نطلع نقلع القميص ونعمل زيه ونعمل الحركات بتاعته ونقلده. كان والدي يقول لي يا حبيبي قلبي ده ما بيضرب الخمسه سته دول هو ده تمثيله، اصلا بيقولوا شايفين بعض ده في بلد وبلد ويضربوا بعض، الكاميرا هي اللي بتعملهم كده، اوعى تفكر ان في واحد بطل كده هيضرب لك الناس دي كلها. كنا كلنا بقى بنخش ده بروسلي عمل ونروح نلعب حديد ونعمل، احنا استفدنا من بروسلي وجيله بعضنا او الغالبيه مننا استفادت انها تلعب كاراتيه وانها تعمل زي بروسلي، خدنا الحاجه الكويسه اللي في معظم الجيل بتاعنا اللي انا عندي 50 سنه، فمعظم الجيل اللي هو المواليد السبعينات او اواخر الستينات حضر بروسلي وحضر لولي وحضر الناس اللي هي اللي كان ده كانت الوسيله الوحيده للتسليه، لان السينما ما كانش فيه لسه، كان اللي عنده فيديو ده كان حاجه يعني كويسه جدا، فكان حتى الفيديوهات اكتر رواجا كانت موجوده في الفتره دي الافلام بروسلي والافلام الهنديه جاكي شان، فكنا بنطلع نقلد ده. طيب نفس الجيل ده هو طلع بيقلد اللي شايفه النهارده الببجي والحوت الازرق والالعاب دي. لازم الام تعرف الولد ان دي العاب مفتعله عشان تسليك مش عشان انت تقلدها، ما ينفعش اقلدها. ولازم اشوف سلوك ابني بيعمل ايه بره، وابني هل هو كثير مشاكل بره؟
لازم اوديه لاخصائي نفسي. لازم هي العبدي ممكن بتولد عدوانيه جوه طبعا. اه انا بقول لحضرتك احنا كنا بنقلد وهما بيقلدوا برضه. هو بيقلد اللي شايفه، هو شايف ده معاه سلاح وبيقتل فضوله. بعد الالعاب دي انا اقد اجزم ان الالعاب تستهدف بها الشعوب، ان يبقى نشر العنف ونشر الدمار. الالعاب دي ليه ما فيش العاب بناءه؟ ليه ما فيش العاب تخلينا؟ ما انا هقول لحضرتك برضو، يعني انا بحكم ايه احتكاكي ببعض الاصدقاء، في اي بيت بزوره بلاقي اللي عندهم اطفال صغيره مش شغالين قنوات الاطفال فيها حاجات حلوه وايجابيه، بس أكيد. ليه الطفل بيتاثر دايما بالحاجه العنيفه؟ لا هقول لحضرتك على حاجه، كلنا كبار وصغيرين بنعشق بكار، مش كده؟ اه بكار دي فكره مصريه وعن ولد ابن بلد وتعلم بيعلم ناس العادات والتقاليد. لما بنلاقي الطفل او الراجل او كلنا لما بنلاقي حاجه حلوه غصب عننا بنشد ليها. لما يبقى فيه حاجه حلوه وحاجه وحشه بخير ابني يتفرج على ده، انما كل لما يبقى وحش هو ده الموجود يا ماما. انما لما طلع بكار لحد النهارده شوفوا بكار حققت كام مشاهده وعلى شوفوا اول لغايه دلوقتي، هي دي حاجه مصريه 100%. لما تعمل حاجه كويسه زي الافلام اللي احنا بنشوفها يقول لك المخرج عايز كده، لا والجمهور عايز كده، لا الجمهور عايز حاجه كويسه. النهارده لما بيعمل هاني شاكر حفله في الاوبرا مفيش مكان لكرسي. أيوة كاظم الساهر لما بيعمل حفله في الاوبرا الناس الجمال دول الشيء الايجابي بيفرض نفسه. الله ينور عليك. انما الـ 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 حتى الاغاني اللي موجوده دلوقتي بقت كلها عنيفه، الاغاني نفسها بقت كلها عنيفه، ويجيب لك فلان وفلان وفلان بدون ذكر اسماء. الاغاني بقت عنيفه، عنيفة اللي جداً. هي الجديده حتى دي حتى الموسيقى بتاعه الاغاني دي انا اسف ان اقول عليها موسيقى، ان الخبط والرزع اللي بيعملوه ده ده بتعمل دوشه في الودان، بتعمل تخلي البني ادم عصبي بالفطره. لا وبتديك ايحاء ان الدنيا كلها وحشه والناس كلها وحشه. يعني ما فيهاش اي تفاؤل. في 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 حاجه ملاحظه جدا طبعا، الصاحب الاصدقاء يعني دي نعمه كبيره عند ربنا، واحد يكون ليه صديق دي نعمه كبيره. ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا ان خلقناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا. الاغاني اللي طالعه بتاعت الشباب اليومين دول كزبره وحنجره والشطه كلهم اغلبهم عن الصداقه والخيانه، الصحاب بيلعنوا في الصحاب يعني، حتى خلونا نكره اصحابنا حتى خلونا والله فدي لا اصحابنا حلوين والله. فدي دي مساوئ لازم حد يقف ويسلط ضوء عليها. يا جماعه في كلام حلو، مش لازم كله خيانه واصدقاء. والله الاستاذ هاني شاكر مش سايب حاجه بامانه. هو المشكله ان هو بيحارب لوحده ما بس باذن الله هو طالما بيحارب في الحق ربنا معاه ان شاء الله. طب اقول لي يا استاذ عصام، الانترنت بصفه عامه يعتبر ادمان؟ طبعا إدمان. احنا كلنا تلقائيا بنصحى من النوم الصبح نمسك الموبايل. طبعا لازم قبل ما تفتح عليك تمسك الموبايل. ادمان واشد خطر من المخدرات. مش هتكلم في المخدرات تاني بس هو لا بلاش نتكلم في المخدرات. هو اشد خطر. ان مدمن المخدرات بيضر نفسه. مدمن الانترنت ده زي ما قلنا ممكن يخرب بيوت. يعني بقول لك 30% من حالات الطلاق سببها، دي احصائيه بقى سببها النت. لا ده في مشهد انا نفسي كنت اصوره. رحت عياده وانا قاعده عايزه اقول لك بالظبط كده، احنا لو قاعدين في فصل دراسي مش هنبقى كده ابدا، كل واحد ماسك الموبايل. بص بانتظام كل واحد ماسك موبايله محدش له دعوه بحد. تعالي بصي يعني خش الفيسبوك اللي هو اعلى حاجه في الانترنت، لو عجبك دش الشباك، لو عجبك قول بسم الله الرحمن الرحيم، لو عجبك يعني حتى ما فيش اي حاجه معلومه مفيده. انا لفتره كبيره جدا ما كانش ليا في الفيس ولا في الحاجات دي خالص، فلقيت زوجتي مولعه بالفيس وعايزه تعمل حاجه تجيب لايكات كتير وما اعرفش فايه اللايكات دي ويعني ايه لايكات، فتعلمت بصيت على الكلام ده الاقي صخرة ساجدة ما اعرفش ايه بيجيب لك منظر طبيعي، بيجيب لك حاجة مثلا زي دي ويقول لك قول سبحان الله. طب انا ما انا اقول في سر لازم اكتبها؟ لا لازم تكتبها عشان تعمل لايكات ومشاهدات. لا ادمان، وادمان ليه اضرار كتيرة زي ما احنا كنا في الاول. التنافر الاجتماعي هو النت عمل كده. تعالي بقى نتكلم عن المساوي، عن المحاسن بتاعته. دلوقتي احنا في زمن الكورونا مفيش مدرسة، او في امهات خايفة او اسر خايفة تودي عيالها المدرسة، انا ممكن اجيب المنهج على الانترنت اذاكر لابني انا ابقى معاه. دي الحاجات الايجابيه. ده الايجابيه. ايوه ناخد الحاجه الايجابيه منه، ان انا اذاكر لابني اجيب المنهج كله من على اي موسوعه موجوده عندي واقدر اذاكر فيه. انا متاخره في الوقت مثلا عطلانه في الطريق وعايز حد ينجدني، مثلا جروب كلنا بنساعد الغريب، حاجه زي عايز ادور على دكتور والوقت متاخر ببحث، عايز ورشه ميكانيكا ببحث، عايز علم استفاد من حاجه علميه، او انا عايز اعمل مقارنه بين بكتب افضل دكتور في المسالك البوليه اكتر دكتور في القلب
فبيجي لي المعلومات نقدر نستفاد من النت بالشكل الايجابي. انما انا قاعده زي الصنم قاعد عايز اشتغل وما عنديش امكانيه ان انا اخد مكان. في ميزه بقى جميله في النت اروج على في ميزه دي ميزه جميله الله ينور عليكي. النهارده النت فتح مجالات عمل بيوت كتيره جدا، يعني برضو عدد كبيره جدا من الناس بيبيعوا ويشتروا على النت، وبقت حاجه رايجه جدا اكتر من انا انزل اروح محل وكلام ده. يعني دي فوائده في عصر الكورونا اللي احنا فيه ده، فوائده ان انا قللت من الخروج من البيت، ان انا بجيب حاجتي كلها لحد وانا قاعد في بيتي، اي شيء من الخضار لكل حاجه بدي. حتى دلوقتي قطع غير السراب بتيجي لحد البيت، فاصبح دي من الفوائد بتاعته ودي المحاسن. يا ريت يا جماعه ناخد دايما لما نشوف حاجه كويسه ننميها ونكبرها، ما نعملش ما ناخدش سيء بس. ودي دور الام مش الاب. الام تقول لي طب ما انا طول النهار بطبخ وبروق، بس انت الاغلب الوقت انت اللي قاعده مع زوجي. طب انا بشتغل زي جوزي، بس انت ربنا حط في جهازك العصبي قوه تحمل اكتر من تفوق الرجل. ودي مسؤوليتك. الراجل ده انت اللي مربيه، حتى يعني انا اتولدت من الرحم بتاع الام وتربيت في حجر الام واتجوزت ست، فالست هي الاساس مش نص المجتمع، ده هي كل المجتمع. أيوة لان صح. لو الام صلحت المجتمع كله هيصلح. ايوه كده، يعني ارفع معنوياتنا اكتر. اكيد لا ده حقيقه. بشوف حضرتك زي ما قلت لك الراجل مخلوق من رحم ست طبعا، ومتربي في حجر ست وتعلم من تعليم من الست. من ست. ولما اتجوز ست يكمل بقيه التعليم. هو الام مدرسه طبعا. صح طبعا ده حقيقه. وعشان كده ربنا كرم الام. يعني ربنا لما ذكر لامك ثم امك ثم امك ثم ابوك، مع ان الاب بيشعر الاب طبعا زمان كان الاب هو الاكثر شقا، النهارده متساويين في الكفاح الاثنين. ولكن الام عشان بما ميزها الله من قوه تحمل الى جانب ان هي عندها الغريزه والحنيه والامومه اعلى من الراجل، فهي اللي عليها مسؤوليه. الام هي اللي بتربي وهي اللي بتنشئ. اذا صلحت الام صلحت الاسره، اذا صلحت الاسره صلح المجتمع. لا والام الفتره يعني في الجيل اللي احنا فيه ده الام مظلومه جدا والله، يعني عليها اعباء كتير وعليها مسؤوليات كتير. انا شفتكم شويه لكن ما نقولش الام مظلومه. ده احنا دلوقتي رجاله بنقول ايه عايزين نعمل جمعيه نطالب حقوقنا. لا هي كحقوق لا كمسؤوليات عليها كتير. ما هي انا بقول لك عشان ربنا حط في جهازها العصبي وتكوينها. معلش النهارده الاب كل مسؤوليته ان هو بيعمل ايه؟ بيطلع يجيب فلوس عشان يصرف على البيت. طب ما هو لولا الفلوس اللي انا بجيبها دي ما انت مش هتعيش. بس الام هي اللي شايله كل حاجه. ما هي دي ربنا خلقها لكده. ربنا خلقها لكده. وبعدين الام هي السبب. احنا كنا عايشين ونعامين وزي الفل، ولا بنشتغل ولا بنروح ونيجي قاعدين في الجنه بناكل كل حاجه، هي اللي قاعده توز لما تلاقينا من الجنه. فهي تستحمل. صح غلطتها. تستحمل كده ولا ان شاء الله رب العالمين. انا بدعو للتكاتف والتكافل الاسري كلنا يا رب. نبعد شويه عن نخلي يوم في الاسبوع، يوم واحد في الاسبوع نقفل فيه موبايلاتنا. في منتجع في واحد سيوه جميل جدا، كنت هناك من شهر ونص تقريبا. مفيش كهرباء، مفيش موبايل، بتروحي تسلمي موبايلك، مفيش تلفزيون، مفيش اي حياه بدائيه تماما على الشمع فقط لا غير. والله خرجت من هناك انا مغسول، دماغي رايق جدا، ما جاليش صداع، انا بشتكي من الصداع على طول. كل ما نقرب للطبيعه كل ما نكون احسن. والله يا استاذ عصام انا في نهايه الفقره دي عايزه اقول اكلم الناس مباشره، يا جماعه التكنولوجيا مفروض ناخد منها ان هي تعلينا، لكن ما تبعدهاش عن بعض. يعني لما يكون عندي مناسبه او يعني مناسبه سعيده او مناسبه حزينه انا محتاجه لك، محتاجه ان انا اشوف ده، محتاجه ان انا احس بمشاعرك ناحيتي واحس وتحس بمشاعري ناحيتك، احتويك وتحتويني. مش نعبر عنها برساله او باموشن، لا هي التكنولوجيا ناخد منها الايجابي بس، والسلبي يعني ما لناش دعوه بيه. ونطلع فاصل ونرجع لكم. عدنا لكم أعزائي المشاهدين وأهلا بكم من جديد. هنتكلم دلوقتي عن موضوع كل الناس بتسألني عنه، يعني أغلب أصدقائي بيسألوني عنه، الكولاجين اللي احنا كلنا مستنيينه. أستاذ عصام أخبار الكولاجين إيه؟ والله أنا عامل منتج جميل جدا دلوقتي، كولاجين طبيعي مش صناعي. طب إيه الفرق بين الطبيعي والصناعي؟ الكولاجين الطبيعي بيغذي البشرة، بيشد التجاعيد، بيملى المسام، بيخفي الهالات السمراء. ده الكولاجين الطبيعي. من غير اي اضرار مع الاستعلام، مع استخدامه داوم عليه مثلا كل خروجه، بتلاقي البشره اتحسنت لوحدها اوتوماتيك.
الكولاجين اللي هو الصناعي بيعمل نفس الحاجات دي، بس في عيب خطير جدا. طب قبل ما نتكلم عن الصناعي، الكولاجين الطبيعي بيستخلص من ايه؟ من كذا حاجة. أنا المنتج بتاعي أنا من غذاء ملكات النحل وغضاريف السمك، سمك اسمه سمك الغضاريف. أنا باخد المستخلص. سمك اسمه سمك الغضاريف، مش الغضاريف عموما يعني. لا لا، هو اسمه سمك الغضاريف. والجوجوبة، أعشاب الجوجوبة وسمك الغضاريف وغذاء ملكات النحل، دول أفضل أشياء لشد البشرة طبيعيا. مش بس البشرة يعني، مش بس إن أنا أشد بشرتي، لا، ده للتفتيح، لسد المسام. يعني العلبة الصغيرة اللي شايفينها دي، دي تكفي لو أنا لو أنا مثلا مخرج مرتين في الأسبوع أو ثلاث مرات في الأسبوع، تكفي شهرين أو أكتر شوية. تستخدمها زي الكريم العادي. زي ما قلت لك، مكونات المكون الرئيسي فيه سمك الغضريف وغذاء ملكة النحل. طب إيه علاقة النحل بالغذاء؟ ما هو أنا باخد مستخلص المركز بتاع السمك ده، ما باخدش السمك عشان مش لا يقول لي فيه زفارة ولا كلام، لا، ده ريحته جميلة جدا. وطب سمك الغضريف بيعمل على تجديد الخلايا، فبالتالي انا مش محتاج ان انا اخد الحقن. اولا كمان بوتكس طبيعي، يعني انت في بوتكس كمان؟ في، ما هو لازم الاثنين يتوافقوا مع بعض. البوتكس بيملى الاماكن والكولاجين بيشد. فانا عامل التركيبه دي شامله الاثنين. تقصد فيلر ولا بوتوكس؟ لا، بوتوكس. فهو في فيلر برضو، هو ده مكون بيغنيكي عن اي كريم فيما عدا الالوان. يعني انت عايز تحط بقى اي لون ماشي، انما كريم اساس، كريم كله في العلبه دي. في العلبه دي فيها فيل، ففيها كل صغيره فعلا، بس كل اللي تحتاجيه لبشرتك موجوده في العلبه دي. شد، ملي الاماكن، التجاعيد، ملي المسام. في بعض البشرات بيبقى مكان الشعر كده عامل مسام مفتحه كده، او اللي كان عندهم حب الشباب وعندهم اثار وبيشيل، ومع عوامل السن برضو المسام بتوسع. ده خصوصا في البشرات الدهنيه طبعا، حتى الجافه برضو. حضرتك البشره الدهنيه بتتاثر بحبوب الشباب، على طول بيجي لها حبوب الشباب. والبشره الجافه دايما بتتشقق ودايما بيحصل فيها مشاكل. ده للبشرتين الجافه والدهنيه. اهم ميزاته ان هو بيقضي على اثار حب الشباب. يعني اللي كان عنده حب الشباب وخف في مكانه لسه فيه مكانه فيه، بيسيب اثر. ده بيضيع المسام دي بتاعت حب الشباب. يعني ده كمان بيقشر وبيملى مكان تقشيره، مش بيقشر بس. يعني هو زي ما تكوني انت بتعملي، انا اسف للتعبير، معجون اللي بيتحط على الحوائط او الاخشاب او الكلام ده، انت عشان يسد الفراغات دي. هو ده نفس القصه. انا بعمل طبقه على وشي، اولا حمايه من الشمس، ثانيا شد البشره، ثالثا اخفاء التجاعيد، ودي اهم حاجه بتهم السيدات اللي عنده سن ال 40 او 45. انا عن نفسي اول حد هجربه. تمام، مع انك مش محتاج، بسم الله ما شاء الله اكبر عليك، ربنا يحفظك. فشد التجاعيد، ملء المسام، الهالات السوداء اللي تحت العين، النضاره، بتلاقي في وشك فيه اشراقه، يعني حاجه، منتج بسيط جدا بيعمل الحاجات دي كلها. طيب نقارن بين الطبيعي وبين قول لي يعني الصناعي، اضرار الصناعي. اضرار الصناعي اول ضرر وهو الاهم. وبيستخلص من ايه؟ معلش، الصناعي ده بيستخلص من الصناعي ايه؟ مادة بيجي منين؟ زي السيليكون كده، حاجه زي السيليكون، مواد مصنعه زي السيليكون، او مش زي، هو يعتبر قد يكون هو سيليكون. يعني اضراره ان ما بيديش البشره احساس، بتلاقي تعبير الوش ثابت، حتى لو واحده بتضحك تلاقي بقها ثابت، ما فيش تعبير الوش ده. زي تمثال، ما فيش روح. الضحكه ميته كده. ما فيش روح، حركه الشفايف مش، لان الوش مشدود. مش براحتها، الوش مشدود، فتلاقي الشفايف زي ما يكون ورمه، انا اسف التعبير، زي ما يكون ورمه، ما بتضحكش الضحكه الطبيعيه، ما بتتكلمش الكلام الطبيعي، بتلاقي بتتكلم. وفي بعض الفنانين اللي طلعوا في عمرهم بيستخدموا الكولاجين ده، بتشوفوهم على الشاشات الكلام طالع، تحس ان ايه، من جوه مش طالع. وعلى فكره بالعكس، هو يعني بيخلي الشكل مش حلو خالص. طبعا زي واحد بدون احساس، بدون تعبيرات. ده الفرق الطبيعي بقى، ان انا انسان، هو ده انا، وشي ده، انا ما عملتش حاجه، ما حطيتش حاجه، لا، انا اعشاب طبيعيه. احنا حضرتك كلنا من نبت الارض طبعا. فالطين ده، الطين اللي هو بتاع التراب، نفس المواد اللي فيه الفعاله هي نفس المواد اللي في جسمنا. فلما بناخد اي حاجه من الطبيعه ما بناخدش حاجه غريبه، احنا بناخد اللي مننا، بناخد اللي يناسبنا. عكس الصناعي، اي حاجه صناعيه زي ما ليها فوائد ليها اضرار. الاعشاب الطبيعيه او الحاجات المستخلصه من منتجات طبيعيه ملهاش اي ضرر نهائي، بل بالعكس فايده قصوى. انا لما جيلي، انا شفت بنت في الجامعه عندها 22 سنه وشها بايظ من الحبوب خالص. حبوب الشباب. انا يا دكتور جربت، انا مش دكتور برضه عشان ما حدش، بس هي قالت لي كده، انا معالج بالاعشاب ومعالج بالقران.
مفيش حاجه عندك انا جربت كذا وجربت كذا وجبت من كذا وجبت من كذا وبتروح وترجع تاني. انا عايز حاجه ترجع بشرتي زي ما كانت. اديت لها المنتج بتاعي ده قلت لها ده هديه ما تدفعيش ثمنه الا لما تجربيه. تعالي لي بعد 21 يوم. يعني نتيجته بتبان بعد 21 يوم؟ لا ده نتيجته بتبان النهارده. يعني انت بتحطيه النهارده بيبان النهارده بعد ربع ساعه بالظبط بتحطيه بيبان نتيجته كشد بشره. امال هي تيجي لك بعد 21 عشان مكان البصور دي لما يرجع وشها ناعم طبيعي. دي كان عندها وشها ناعم يرجع لطبيعته. كان وشها بايظ خالص. طب معلش يا استاذ عصام معانا مداخله. استاذه نوره اتفضلي. الو راحت نوره. لا يظهر نوره ما مستنتش. نوره مستعجله. فحضرتك ال 21 يوم ده عشان ارجع بشرتها زي صافيه زي بشره حضرتك كده. ما فيهاش تجاعيد ما فيهاش الاخرام دي الاثار بتاعت حب الشباب. كان وشها بايظ جدا وكان بتتكسف تخرج. كانت بتعمل الطرحه تبقى مدريه يعني بس وشها الفم والانف بس هم اللي باينين. فبفضل ده كمان بيعمل عدم ثقه بالنفس. يعني طبعًا هي طبعا يعني كلنا كل السيدات بتحب انها تكون حلوه اكيد طبعا. ان الله جميل يحب الجمال طبعا. فرجعت لي بعد 21 يوم ما استنتش. هي جت لي بعد 9 ايام بالظبط قابلتها لان انا كنت بعمل ندوه عندهم في الكليه. فكنا بنتكلم في الندوه عن الاضرار بتاعه المستحضرات التجميل. فما عرفتهاش ما شاء الله. والله ما عرفتها. وشها مرايه ما فيش فيها اي والله العظيم مش بتكلم عشان انا ابيع المنتج. انا قلت مكوناته ممكن تعملوها انتم بنفسكم يعني. انا بتكلم على اللي انا شفته. البنت كانت بشرتها ضايعه خالص بسم الله ما شاء الله. اقول لك هي 22 سنه لسه صغيره جدا بس صغرت اكتر. وشها اتشد ما فيش الاثار دي خالص. لقيتها بتقول لي انا للاسف ما خدتش رقم تليفونك ده انا زمايلي كلهم عايزين المنتج. ولقيت نفسي بعد الندوه انا واقف معايا ناس يعني لو معايا 1000 منتج كان اتباع يعني. ماشي طيب معلش معانا مداخله. استاذه شهد اتفضلي. الو ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك انا بحب برنامجك جامد جدا بجد. حبيبه قلبي تسلمي لي. هو انا كنت عايزه اسال الدكتور عن حاجه. اتفضلي. عايزه اساله عن ان وشي بقاله في حبوب بقاله سنه ونص. فانا كنت عايزه اعرف هو ده طب سنك قد ايه؟ من صوتها كده 21 سنه. سني 18 سنه. ده انت صغيره خالص. ده انت لسه دي انت في بدايه مرحله جميلة. هي في بدايه حبوب حب الشباب يعني ده السن ده دايما حب الشباب. العلاج بتاعي ده فعال جدا ليها ان شاء الله رب العالمين. هتدهن منه مره يوم ويوم لا. كعلاج إن عكس السيدات الكبار ده مره بس ساعه الخروجه. لكن كعلاج هتدهن منه يوم ويوم لا. اول اسبوع الاسبوع الثاني يوم وثلاث ايام لا. تدهن بالليل ولا الصبح؟ الصبح طبعا عشان هو هي خارجه لو خارجه. واضح ان هي 18 سنه يعني دروس وثانويه كده. اكيد في كليه. تاخده وتدهن منه صباحا ومساء. تحاول المنتج ده بيجي معاه صابونه اسمها صابونه جولد بتيجي مع المنتج. تحاول يبقى هو ما تستخدمش اي صابون تاني غير الصابونه دي. تغسل بيها بشرتها دي جميله جدا. اولا ريحه بتدوم مع البشره. ثانيا بتساعد جدا زي الغسول بس بدل ما اخد غسول صناعي انا الصابونه دي برضو من زيوت وحاجات طبيه طبيعيه يعني طبيعيه. بيجي المنتج مع الصابونه الجولد بس للاسف هي مش موجوده معايا دلوقتي. بيعالج حب الشباب نهائي وفي اقل مده ممكنه بالنسبه ما بتعديش 9 ايام. انا بقول 21 يوم عشان اجدد الخلايا. لكن اثار حب الشباب بتنتهي من 3 حطات او 4 حطات استخدام 4 مرات او 3 مرات. طب حب الشباب نفسه يا دكتور يروح ازاي؟ يعني انا اشوف ناس عندها حب الشباب تلاقي الحبايه في نفس المكان مش راضيه تمشي. هقول لك ليه. رغم ان بيستعملوا علاجات كتير. هقول لحضرتك ليه. في بشره دهنيه. البشره الدهنيه دي مع تقلبات الجو الحراره. طب معلش هقاطع حضرتك. معانا تليفون استاذ محمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام بقول لحضرتك حضرتك من الدكتور لو سمحتي. اتفضل انا معاك. اهلا بيك يا استاذ. اتفضل. بقول لك لو سمحت يا دكتور. اتفضل. انا اولا مش دكتور. انا معالج بالاعشاب مش دكتور. كده في ظهري زي في سبس كده وانا اعمل كده حاجه كده تبقى كده في مكان البقعه دي. لو سمحت ممكن توطي التلفزيون وتسمعنا من التليفون عشان مش منشغل الموت التلفزيون عشان يسمعك كويس. اتفضل. حاول تعيد السؤال تاني وعلي صوتك شويه. اقول لك انت رايح لحبايه كده في ظهري كده في ظهرك انا زي كده. بس بنيه كده رحت الجلديه اداني برطب كده.
كده وودينا برشام من عندهم. تمام. والله اه وكل مدى بيزيد وبحس في وجع في بطني وتقطع كل مدى الحبه ده بيجي على جنب الشمال على اليمين ويجي على الوجه. يعني في حبايه بتطلع لك في ظهرك بس بتتنقل من مكان لمكان. اه طيب تعال نتفق على حاجه. اولا الحبايه اللي في ظهرك دي مالهاش علاقه بالالم اللي بيجي في بطنك بس ده اه انا بقول لك في وجع جامد في بطني بقول لك آه. عايزك تروح تقطع بطني انت عم تطلع لي. طيب اقول لك على علاج تعمله هتريها هتلاقيها راحت خالص. عارف حضرتك عارف حضرتك الخل؟ ايه عارف الخل؟ الخل اسمعنا اسمعنا من التلفزيون آه. دلوقتي اتفضل. الخل ده يا فندم هتجيب نص كوبايه خل عليها معلقتين قرنفل حبه زي ما هو وهجيب نص كوبايه زيت بس زيت يكون بكر طبيعي زيت زيتون ونص كوبايه خل تضيفهم عليه مره تستخدم غسول بالخل والقرنفل ومره بالخل وزيت الزيتون في خلال 3 ايام هتروح الحاجه دي غسول لمكان الحبايه غسول لمكان الحبايه وهتروح ما ترجعلكش تاني خالص ان شاء الله. آه. هي دي سببها ايه الحبايه اللي في ظهرك؟ ده واضح ان هي تعبانه جدا. بصي يعني. عشان تصليح الجلد تصليح البطن. اه معظم المشاكل الجلديه نتيجه قولون او الامعاء الغليظه بيبقى بيتراكم فيها اكل فبتعمل غازات. الغازات دي في منها اللي بيحاول يخرج عن طريق التقريعه او الحاجات الغازات الثانيه او انها بتطلع بتتسرب في الجسم. ده 90% من الحاجات ان فتطلع على هيئه حبوب. على هيئه حبوب. في حاجات حبوب حاجه بعض البنات مش لاقي لها سبب ايام البريوت عند البنات قبلها بيومين بتلاقي في حبيتين ثلاثه ظهرت في وشها فتعرف ان البريوت جاي. ليه؟ لان الجوف من جوه مش نظيف فالبريوت هي اللي بتعمل الحباب دي. انا بفتكر اختلاف هرمونات. لا لا دي الدم الفاسد بتاع البريوت بيبقى زياده شويه عند البنات دي وحتى بتلاقي دايما اللي بتجيلها الحبوب دي بيتصاحب معها الم شديد عكس البنات اللي ما جالهاش حبوب ما تبقاش فيها الالم الشديد بتاع الدوره ده. فده انا دلوقتي انا عشان اصلح الجسم والجلد علاجي من جوه اهم من بره. بالظبط. انا اعمل ايه عشان اعالج من جوه الاول؟ اعالج من جوه كل اسبوع كده مثلا. الناس اللي بتعاني طبعا مش لكل الناس الناس اللي بتعاني من حاجه زي كده كل اسبوع اخد حقنه شرجيه او اخد ملين يعني يفضي لي بطني او حاجه ملينه طبيعيه. اخد مثلا مرمريه اخد سلاميكي اخد السلاميكي دي افضل ملين طبيعي. وطبعا الناس اللي هي عندها اشغال والكلام ده يفضل تاخد ده يوم اجازتها عشان ما يحصلهاش مشاكل في الطريق. اطهر معدتي 90% من امراض الجلد هتروح. يعني اللي عنده حبوب ياخد بص حضرتك انا جالي حاجه ملينه مطهره. جالي حد من اصدقائي بيعمل في شركه بترول فقعد بيقعد في الصحراء فتره كبيره بيشتغل فالشمس هاريه جلده فكان طالعه له بقع زي التينيا كده بس هي اسمها تينيا بورقشه يعني. خد ادويه وخد حاجات كتيره جدا ما فيش علاج. بيقول لي انا لفيت وحتى كل انا شغله بيسافر كتير بره فكل دوله اروح هيدوني علاج يروح 3 4 ايام ويرجع تاني. دلوقتي ابتدت تخليني بهرش في مكان الحبايه دي اعمل ايه؟ قلت له هات سيراميكا من عند الدكتور العطار من عند العطار اسف واغليها واشربها مره كل اسبوع. وقلت له الوصفه دي الخل والزيت الزيتون اللي انا قلت عليه من شويه فاستمر عليها. الراجل بقى مذهل حاجات ما كلفتوش 20 جنيه او 30 جنيه بسم الله ما شاء الله. جالي اتصل عليا والله اتصل عليا من مكان عمله بيشكرني جدا انها راحت وهو كان منتظر يشوف ان هي بيقول لي كان بتروح وتيجي 4-5 ايام ترجع تاني. قال لا انا النهارده بقى لي داخل على شهرين ومفيش ما رجعتش وانا بشكرك جدا. الحاجات كل ما عدنا للطبيعه كل ما يكون افضل. وافضل علاج افضل علاج للامراض الجلديه القرنفل زيت الزيتون الخل. عن طريق التناول ولا الوضع؟ لا غسول ليهم ومعلقه زيت زيتون الصبح مع اربع طب معلش يا نوره رجعت لنا تاني. اهلا بك يا نوره معلش اتفضلي. اتفضلي. ايوه يا نوره وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون. ايه يا نوره نمتي ولا ايه؟ الو ايوه يا نوره ايوه سامعني حضرتك؟ انا سامع كويس اتفضلي. حضرتك انا عندي حبوب في خدي. تمام. بتروح وبترجع تاني بس شكلها بتعلم. بتسيب اثار سودا كده مكانها. بتبقى في منطقه معينه يعني على خد واحد. الناحيه الخد التانية ما بقاش فيه.
طيب ده معناه ان انت عندك مشاكل غذائيه، يعني عندك حاجه في المعده. لو انت كنت متابعاني هتنفذي اللي انا قلته عليه اللي هو غسول ده، او ان انا بنهي القصه دي، بتاخدي الكريم بتاعي ده تمشي عليه لمده مثلا اسبوع، هتلاقي الكلام ده راح ما ترجع لكيش تاني. ودايما اهتمي ان انت تطهري معدتك كده من فتره لاخرى. بس هل مرتبطه بالبيريوت عندك دي ولا بتيجي؟ لا واضح ان هي، لا واضح ان هي مش مرتبطه بيها، لان هي بتقول لك بتروح وترجع لها. طب لو كده يبقى هي هتاخد العلاج بتاعي ده هتمشي عليه على طول، او تجرب الوصفه اللي انا قلت لك عليها اللي هو زيت الزيتون، نص كوبايه زيت زيتون. لو سمحتي يا نور انت معانا، الموضوع ده مرتبط بالبيريوت ولا طبيعي؟ لا لا طبيعي. طيب هتاخدي زي ما قلت لك كده؟ انا سني كبير يعني 25 سنه. 25 سنه لسه في اولك. كبير بتقول سن كبير. لا حضرتك هتمشي على يا اما تاخدي الكريم ده تستخدميه، ده حاجات طبيعيه وهتفيدك جدا. شكرا يا نورة. وهتضيع، اسمعينا بقى من التلفزيون، هتضيع المشكله دي معاكي في خلال 3 ايام. او حضرتك هتعملي الغسول اللي انا قلت لك عليه، زيت زيتون مع نص كوبايه زيت زيتون مع خل، وبقطنه وتمسحي عليه مكان ده، وخل لوحده وقرنفل هتمسحي بيه مره ده ومره ده ورا بعض. يا ريت يا جماعه كله يكتب الوصفه دي، عشان في ناس كتير عندها نفس المشكله. وعن تجربه يعني. كلام مجرب مليون في الميه. تمام. تحب تسالي في ايه تاني؟ نتكلم بقى عن الكولاجين. احنا قلنا على الكولاجين ده ان هو سحر طبيعي. يعني انا باخد مواد طبيعيه ما بتضرش الجسم، ويديني نفس الابتسامه الجميله بتاعت حضرتك دي، نفس البشره الصافيه الجميله دي. بعيد عن الشد الاصطناعي، ان انا زي واحد بيمط الوش كده فما فيش اي احساس فيه. لا ده طبيعي جدا، بيديكي نفس الضحكه الصافيه، نفس الطبيعي، انسان طبيعي. بيتعامل طبيعي جدا، الى جانب ان هو ده مفعوله 9 ساعات ل 12 ساعه. يعني انا دلوقتي لو خارج عندي حفله مثلا الساعه 10 بالليل مثلا، وحطيته الساعه 5، يفضل معايا للساعه لتاني يوم مثلا ابقى انا طبيعيه. مش محتاجه ان انا اغسله لما اروح، ان معظم الكريمات التانيه لازم اغسلها قبل ما انام، ولازم استخدم غسول، ولازم لا ده ممكن انام بيه عادي جدا ملوش اي اضرار. بس افضل طبعا ان انا اغسل البشره. لكن لو سبته على البشره ملوش اي اضرار. كتر استخدامه ملوش اي اضرار. الكولاجين اللي هو المصنع كتر استخدامه بيعمل تهتك في البشره، لان انا عمال اشد 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 في حاجه، فبيعمل تهتك في البشره. تلاقي وش فيه العلامات بدل ما كانت علامه كده صغيره بقت زادت. وفيه بقى فيه خشونه، وفيه زي حد مشرطني كده. يعني في حالات كتيره لبعض الممثلين لما تشوفوا وشها دلوقتي تلاقيها، لا ده كانت الاول اجمل من كده بكتير، وبتبقى في فتره قصيره يعني. تبقى شايفه لسه من حاجه بسيطه. من سنه اتنين كان وشه غير. بعد كده تبص تلاقي مراحل العمر ظهرت عليه فجاه. فانا الكولاجين ده زي ما قلنا منتج طبيعي جدا. طيب انا عايزه معانا اتصال لناخد بس رانيا. اتفضلي يا رانيا. ايوه انا بحب البرنامج بتاعك قوي حبيبه قلبي، تسلمي لي، ربنا يخليكي. وانا لا عسوله. لا برنامج ناجح والله العظيم، بحبه قوي، انا لازم اتفرج عليه. ربنا يخليكي يا حبيبتي، دي شهاده. طيب ممكن اساله على حاجه؟ اتفضلي معاكي الدكتور. انا عايزه حاجه لتطويل الشعر. الشعر؟ عندي حاجه من عندي انا، من منتجاتي، ولا انت عايزه اقول لك على وصفه؟ عند حضرتك. انا عندي، ممكن تتصل على التليفونات اللي عندك بعد الحلقه. انا عندي زيت شعر اسمه زيت الشعر الشيخ. يعني لو قلت للملكه ولا ما اعرفش الاسامي البراقه، لان حاجه طبيعيه انا عاملها بايدي، فانا سميته زيت شعر الشيخ. على اسمك. ده بيعمل ايه؟ بيطول الشعر جدا. الرقم معانا على الشاشه يا رانيا. بيطول الشعر جدا، بيمنع التساقط، بيدي لمعه مستديمه، ما بيديش لمعه لا لمعه مستديمه. شكرا يا رانيا. بيمنع التساقط، بيرجع انبات الشعره في البصيله اللي وقعت. مش بيعالج الصلع. لا، بس في شعر وقع البصيله بتاعته موجوده، فلما استخدمت زيت ده البصيلات بترجع تنبت تاني. الى جانب ان بيأخر الشيب، مش بيمنع الشيب ومش صبغه، ملوش دعوه. ما بقولش بسبغ الشعر، لكن مثلا في حد هيجي له شيب على بعد على سن 40 مثلا. لو هو بيستخدم الزيت ده بيأخر الشيب، بيجي له على 50، لكن ما بيمنعش الشيب، لكن بيأخر الشيب. تاني حاجه بيقوي الشعر جدا. معظم البنات بتيجي تسرح تلاقي شعرها بيقع في ده بيمنع التساقط ده خالص، وبيقوي الشعرايه. الجماعه بتوع شرق اسيا تلاقي شعرتهم فتله الشعر ناعم زي الحرير، بس الشعرايه سميكه، شعرها سميكه قويه. ده بيعمل كده. لان اقول لك ليه، الناس دي بيستخدموا زيتين ما لهمش تالت ليهم في الاكل وفي الاستعمال، زيت الزيتون وزيت جوز الهند.
انا خدت المادتين دول، خدت المستخلص المركز بتاعهم وخدت زيت الجوجوبا وزيت ركان، وعملت بمجموعه اعشاب اللي هي بتدي فيتامين للجسم، بعالج سبب التساقط. سبب التساقط ايه؟ الفيتامين اللي بيبقى قليل في الجسم فالشعر مش لاقي غذاء فبتقع. لا انا بديها فيتامين طبيعي للجسم فبيخليها مش محتاجه تاخد فيتامينات من بره. الشعر وقوعه نقص فيتامين الف، فانا حاطط فيتامين الف مع مع الشعر كغذاء للبشره نفسها للبصيله بتاعت الشعر فبيمنع التساقط. حاطط جوجوبا دي اللي بتقوي فروه الراس وبتقوي وبتمنع عوامل الجو من انها تاثر على البشره. الى جانب ان زيت ركان بيدي لمعه مستديمه، وزيت جوز الهند بيدي قوه وصلابه للشعر. زيت جوز الهند ده افضل زيت بيدي قوه وصلابه للشعر نفسها. زيت الزيتون حدث ولا حرج، انها نبته مبارقه فيها كل الصفات. زيت الزيتون ده فيها كل الصفات، هو جميل قوي بصراحه. الى جانب زيت اللوز المر، الى جانب زيت الجرجير، الى جانب مستخلص بياض البيض. مستخلص بياض يعني مفيش زفاره مفيش حاجه، لا انا باخد الماده المركزه بتاعته بنضيف عليه. فده بيعمل الى جانب برضه مستخلص روح الثوم، مش الثوم نفسه، مستخلص الثوم. ما تخافوش مش هتلاقوا ريحه فيه. فده بيعمل نعومه، قوه، لمعان، انبات، عدم الهيشان، حاجه يعني مذهله جدا. زيت الثوم، مستخلص زيت الثوم، مستخلص زيت الثوم مع الحاجات. زيت الثوم بيقتل البكتيريا ده نمره واحد، بيقتل القشره، القشره بتكون في الشعر ده بيقتلها، ما بتطلع لكش قشره تاني خالص. بيقضي على امراض الثعلبه، بيقضي على القرح فروه الراس، بيقضي على 90% من مشاكل، يعني ده زي مضاد حيوي طبيعي، بيقضي على 90% من مشاكل الشعر اللي هي الثعلبه، التهاب الفروه، الحكه، انا اسف، السبان، الحشرات الراس، بيقضي عليها تمام. فانا خدت من كل حاجه فوائدها. زيت الزيتون. طب معانا صوفيا، معلش يا معانا صوفيا، اتفضلي يا صوفيا. الو الو ايوه اتفضلي. اختي عايزه تفسر الحلم، ينفع؟ نعم تحت امرك اتفضلي. فسر الحلم. فسري حلم، تحت امرك اتفضلي. مع ان احنا الحلقه عن الاعشاب لكن تحت امرك. لا معلش معلش خليها في الحلقه بتاعت الاحلام بقى. طيب الحلقه اللي جايه نوعدك حلقه راس السنه هنتكلم عن الاحلام، هنتكلم عن حاجات كتير وعن الابراج وتوافق الابراج السنه الجايه ان شاء الله. معلش يا حاج انا اسف. ان شاء الله ماشي. اتفضل يا استاذ. اوامر يا مخرج تحت امرك. فانا خدت من كل ماده فوائدها وعملتها مستخلص في ازازه واحده. وإزازة للأسف هي مش معايا عشان السؤال كان صدفة، بس الإزازة طبيعية جدا زي أي حد هيعملها في البيت. يعني أنا مش بحب أعمل بهرجة لحاجتي. حضرتك الوصفات اللي بتقول طبيعية عليها دي إحنا نقدر نعملها كلنا في البيت. فأنا زيت الشعر ده اللي هياخده ويجربه وما لقاش كلمة من اللي أنا بقوله ده حصلت يسترجعه وياخد فلوسه فورا. أنا ما عنديش، أنا كلامي دايركت وواضح وأدي كلمتي ومسؤوليتي. اللي هيلاقي المنتج بتاعي مش جايب نتيجة معاه يسترد وياخد فلوسه فورا. زيت الشعر ده والله كان عندي حد من إخواتي، مش هقول حد غريب يعني، وكان بيشتكي من الشعر وعمل اسمه البروتين ده، مرة بروتين ومرة كرياتين. ما احنا عايزين نتكلم في حلقة برضه عن البروتين وأضراره وفوائده. الحلقة الجاية هنتكلم فيها إن شاء الله. مش إن شاء الله. اللي جاية دي عن الأبراج عشان كل سنة طيبين راس السنة. وحضرتك طيب. اللي بعديها هنتكلم عن مشاكل البشرة عموما من ضفر رجلينا للشعر راسنا. إن شاء الله بإذن الله انتظرونا في الحلقة اللي بعد القادمة عن الأعشاب والحلقة القادمة. اللي عنده أي سؤال عن الأبراج احنا تحت أمره. تليفوناتنا ظاهرة على الشاشة قدامكم. أو أي حد عايز يتصل بي أنا شخصيا. الحلقة الجاية مفتوحة إن شاء الله. وكلنا كل اللي عايز يتصل علي أنا شخصيا. طب في معانا لميا على التليفون. أهلا يا لميا اتفضلي. لميا هو أنا بسلم عليكم. أنت تحت أمرك اتفضلي. إيه سؤالك؟ هو ممكن أسأل على الخشونة. تحت أمرك. عندك كم سنة؟ رجلها بتوجعها وعندها خشونة. عندها كم سنة يا ماما؟ أنا متأخرة. عندها كم سنة يا ماما؟ عندها 44 سنة. يعني دي 44؟ صغيرة مش كبيرة. طيب حضرتك عندي منتج للمفاصل بتدهني منه الأماكن ركبتك وبز الرجل، حتى لو بز الرجل مش بيوجعك لا بتدهني منه مرة الصبح ومرة بالليل، بتاخدي كورس بتمشي عليه لمدة شهر. ده بيعمل إيه؟ بيزيد
بيزيد السائل اللي هو بين الركب والمفاصل اللي هو بيعمل. شكرا شكرا ليك يا لميا، اتفضل يا استاذ عشان قربنا نختم. طيب بس هكملها معلوماتها دي. الزيت المفاصل ده بيعيد الزيت اللي هو ربنا خلقه طبيعي ما بين الركبتين، اللي بيعمل السهوله في الحركه، فيمنع التآكل ويمنع الاحتكاك العظم ببعض. ده زيت مفيد جدا، ممكن تطلبينه على الرقم ده وابعته لك لحد عندك ان شاء الله. ان شاء الله. احنا حلقتنا خلصت؟ المفروض هي جريت بصراحه الوقت. الوقت سريع جدا. فاضل قدامنا دقيقتين وعايز نقول حاجه فيهم. انا بقول لكل الناس حاولوا ترجعوا للطبيعه. كل ما كنا للطبيعه افتكروا زمان ابهاتنا او اجدادنا كانت صحتهم عامله ازاي وعيشتهم كانت عامله ازاي. وما كناش بنروح للدكتور كتير. كان نادرا لما نروح للدكتور. فنتمنى من كل الناس العوده للطبيعه، مش عشان ياخدوا مني، عشان انا دايما بقول الوصفه ان انت ممكن تعملها في بيتك. اللي يعني احنا أنا ممكن ننفذها في بيتك. ما عشان ابيع، لا انا بتكلم على ان العوده للطبيعه هي احسن ما يكون، بدل من نرجع لها مضطرين نرجع لها بخاطرنا ونجرب. ومش مش مش وبعدين الحاجات الطبيعيه ولا بتتعب كبد ولا بتتعب معده ولا بتتعب ولا بتعمل التهاب في بشره، كلها حاجات طبيعيه. صح. ان شاء الله الحلقات الجايه إن شاء الله. اللي عنده اي سؤال يحضره من الحلقه الجايه عن الابراج وتوافقها وايه اللي منتظرنا في 21، ويا رب تكون سنه خير. ماشي يا استاذ عصام، بشكرك وكل سنه حضرتك طيب. بشكرك اعزائي المشاهدين، والى اللقاء في حلقه قادمه.